سألتك بقى الجمهور النادي الأهلي المتواجد في بلده الثاني للإمارات. بص، هو انا اقول رساله للجمهور، وانا متاكد ان هم اوريدي بيعملوا الكلام ده كويس، ان هم ما يستعجلوش المكسب، وحتى لو لا قدر الله، وده حصل معانا برضو. حصل معانا واحنا كنا متاخرين بهدف، مش عمر الجمهور ما بيفقد ثقته في لعيبته ابدا بصراحه، الامانه يعني. شوفك انت اكيد يا كابتن اسلام، يعني جربتها كتير قوي مع الجمهور. يعني النادي الاهلي عمره ما بيستسلم، وعمره ما بيقول ان المباراه خلصت، او حتى لو النادي الاهلي قدر خسران هدف او متاخر بهدفين او متاخر، لا، بيعرف يرجع المباراه كويس قوي، والجمهور ده عارف كده كويس، وده من خلال طبعا تجارب كتير قوي مر بيها الجمهور، وشاف النادي الاهلي المباراه كتير رجع. فاكر المباراه 4-3 كنت موجود يا كابتن اسلام، موجود في المباراه دي، فازاي النادي الاهلي بيرجع المباراه ثاني؟ فبقاش مستعجل، واحنا كمان احنا بنلعب في الامارات، فمهم قوي الشكل العام بقى بتاع المباراه، وازاي المباراه تخرج بشكل كويس، والفايز نقول له مبروك، والخاسر الخسران نقول له هارد لك. هي مباراه كره قدم يعني، كره قدم في النهايه مش عايزينها تتحول الى شيء اخر يعني. وده والامانه الانضباط والالتزام هناك حاجه مش طبيعيه. الانضباط والالتزام حاجه مش طبيعيه، هم عارفين كده كويس قوي، الامانه عارفين كده كويس، سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. فرسالتي للجمهور ان ما يستعجلش المكسب، لا قدر الله في تاخر الفريق، لا بالعكس، الاهلي بيرجع تاني وبيعرف يرجع كويس قوي، ما تستعجلش المكسب، ودايما تبقى ايجابي مع فريقك لحد اخر لحظه. وجمهور الاهلي بيعمل ده كويس قوي. بس يعني ما فيش رساله اقدر اقولها غير الكلمتين دول، لان هم دول مهمين جدا، لان انا بحسها وانا جوه الملعب، ببقى ازاي انا محتاج جمهوري، ودايما محتاج جمهوري اكتر وانا لا قدر الله في حاجه سلبيه يعني. والنتيجه كويسه وفي مكسب، مفيش مشكله، ما ده طبيعي يعني. بالعكس انا محتاج اكتر بقى ايه، وانا قدر الله في حاجه معنوياتي نازله شويه، في انخفاض، في روح نزلت شويه، لا محتاجه الناس تقوم تاني، الناس ترجع تاني. فمهم قوي الدور ده بيعمله الجمهور بشكل كويس قوي. كابتن طارق، شرفت ونورت، انا بشكر حضرتك جدا طبعا على تلبيه الدعوه اللي